انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا دكتور نهى بلافا، استشاري طب الاطفال. النهارده هنتكلم على الجدير المائي. الجدير المائي من الحاجات اللي بتيجي ده اكتر في تغيير الفصول، هي فيروس بيصيب الاطفال. دايما الجدير المائي بيجي اكتر في عمر الاطفال اقل من 5 سنين. الجدير المائي بيجي على شكل طفح في الجلد، بيبقى الطفح ده احمر، ممكن يبقى معبي شويه ميه، ممكن بيبقى معاه رشح، معاه كحة، معاه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. ممكن الطفل تلاقيه دايما بيبدأ يهرش قوي في الفترة الأولانية، بيبقى فيه حكة جامدة، بعد كده بتبدأ تعمل قشرة، وبعدين القشرة دي بتقع. زمان احنا ما كناش بندي شاور خالص للطفل ده اللي بيبقى جيله جداري مائي، لكن دلوقتي بنبدأ نحميه كل يوم، لازم ياخد شاور كل يوم عشان ننزل كل الانفكشن الموجودة على الطفح دوت. بنحط حاجات ملطفة للحكة، بنبدأ كمان ان احنا ندي حاجات خفض الحرارة، بندي حاجات مضادة للهستامين، ما بنديش خالص مضادات حيوية، لان مضادات الحيوية مش هجيب اي نتيجة لان ده فيروس. طبعا الطفل ده بنعزله من اول ما يظهر عليه المرض لمدة 10 ايام لغاية ما يختفي خالص الطفل، وبعديها كمان باسبوع بيبقى لسه معدي. فلازم بنعزله عن اي حد في الاسره ما جالوش المرض، لان هو معدي جدا عن طريق الرذاذ او عن طريق زمايله في المدرسه، انه لازم يقعد في البيت في الفتره ديت. الطفل دوت بنخليه ان هو ما يهرش قوي في المكان الطفح لانه بيعلم، والام دايما تحط له حاجات ملطفه بعد الشاور علشان خاطر ما يخليهوش ان هو يهرش خالص. مضاعفات الجدير المائي لو ما تعالجش كويس بيحصل فيه التهاب في الأذن الوسطى، ممكن يحصل فيه التهاب رئوي، فلازم الأم تاخد بالها قوي من ابنها وتبدأ ان هي تديله حاجات فيها فيتامين سي عالية قوي وحاجات للمناعة، وبندي حاجات ضد الفيروس علشان خاطر يخلص من الدور بسرعة وما يبقاش ما يحصلش عنده المضاعفات. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتيوبس.com.